الكليب من كلمات أنس العراقي وألحانه وتوزيع بلال أفريكانو إخراج مهدي حمدون. الفكرة كتهدر شوية على البنات وعلى الرجال اللي كيدوزوا البنات سورتو اللي كيدوزوا بعلاقات فاشلة يعني البنت كتهدر على الراجل سورتو اللي كانت مع شي واحد وفشلات معاه ما وصلاتش بياه لداك الشيء اللي كانت باغيه. لا ما ماشي عليا انا بيرسونيلمون ولكن على البنات اون جينيرال. ان شاء الله غادي ان شاء الله كاينه اغنيه اخرى غادي تنزل ان شاء الله ديسمبر ولا جانفي ان شاء الله. وكاين عمل فني غنجرب تمثيل ان شاء الله قريب هنايا في المغرب. علاش لا صراحه ما نكرهش ندير ان ديو مع فوديل كيعجبني بزاف فوديل ولكن كنشوف راسي باقا يلاه في البدايات. الوغ الحضور ديالي جيت عند هينس داسي بور لونكوراجي على الاغنيه ديالها اللي زوينه بزاف اللي كنشوف شويه بحال لو كونسيبت ديالي اللي كندير عندي فاطمه تاويل. دونك تاهي غنات على الرجال اون شونسون خفيفه زوينه كاتب الكلمات صديق عزيز عندي اللي هو انس العراقي. دونك جيت نشوف لي زامي وخبرت شويه على لي ميديا دونك نجي نشوف صحابي والزملاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.